بعدين انت صايم طول النهار وشكلك تعبان ورقك ناشف. بص والله ولا بص بص انت عارف بص بص شايف الجمال مستر محمد بتاع العربي حيث ماشي يا باسم. بس الحلقه دي انت لازم تسجلها معايا. انا هسجلها كمان شويه مش دلوقتي. تسجلها معايا ولا ايه؟ بس الحلقه دي لازم الواحد فيها يكون فاطر. لازم. انا صايم فانا هجيب لك الهوهوز. لا انا صايم. تعال بس اقعد. صايم انت صايم يا حامد؟ مش طب اقعد يا بس اقعد. اصل ده يوم. استنى انا اجيب لك كنزايه كمان. لا والله صايم صايم. ماشي يا عم انت بتشاور عليه ليه يا بلد؟ تعالى يا حامد كده لو سمحت. تعالى كده شويه. تعالى كده انا هحاول اقنعه. بص يا بس بص يا حبيبي دي ده هوهوز يعني مش حاجه يعني. انت هتاكله من غير ما حد يشوف. هتدخل الحمام ده يوم. وبعدين انت صايم طول النهار وشكلك تعبان ورقك ناشف. بص والله ولا بص بص انت عارف بص بص شايف الجمال؟ انت عارف انا مستر بفضل صايم زي ما غير ما شايف الجمال بتاع فارد. انت عارف ازاي بفضل صايم من غير ما اعطش؟ يلا يا باسم بقى. شكرا. يلا يا حبيبي. والله شكرا. انت بتبلع ريقك اهو. لا ده يوم. اقول لك على حاجه. انت النهارده لما هتفطر بعد العيد ابقى صومه تاني عشان نصور حلقه مع بعض. الله المستعان. انت مش عايز هتفطر؟ وانت لو فطرت انا هفطر. انت هتاكل نصها. بص بص السودو عامل ازاي. الله شكرا. شكرا ايه يا ابني؟ ثانك يو فيري ماتش. ما فيهاش حاجه. بص 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 السودو عامل ازاي. بص لا ما انا عندي 100 منه. بص شوف الجمال. عندي 100 اساسا منه. شم ريحته. لا شكرا اساسا عندي 100 منه. 100؟ اه انا عندي 102. لا بجد عندي 100 كتير منه. انت بتجيب كراتين بقى؟ لا اصل الحاجة ما حدش بياكله كتير. اصل الحاجة بتجيب منه علبة. طيب ماشي. طب خد الشفطة بص اللي على الوش ده. ثانك يو ثانك يو يا ابني. شكرا يا مستر. يا ابني شكرا. بص شفطة. انت حر. على فكره انا بفضل انت الخاص. ميه كتير مع الاكل. ماشي بس ازاي صبرت كل ده؟ لا اصل الميه مش جعان بتضغط عمليه الهضم فبي الاكل فبيفضل في معدتك مده طويله. عشان كده بتشرب ميه كتير. في ساعه قبل صلاه الفجر بشرب ميه كتير. برافو عليك يا بس. انت عشان كده انا هكافئك مكافاه. بس ان شاء الله الحصه اللي جايه. في ناس اصلا بتفطر من اقل حاجه. فانت كان قدامك الاغراءات كتير. قدامك التودو وقدامك البيروز. كان في شفطه على الوش كان ممكن تاخدها. بالرغم من كده ما ضعفتش ولا تهزيت. ده لسه فيك. بس نعم خد بالك من نفسك. ماشي. لا اوعى تضغط. لا اخر فرصه قدامك الفيروزه هنا. ثانك يو. هتاخد بق. ثانك يو بق. ثانك يو بلد بق. ده اساسا في البيت بيبقى شكرا. طب شيل من الهدف. حلو. شكرا. الريحه مش مفضل. لا انا شامم اساسا. بجد؟ ريحتها تفاح. مغريه صح؟ بس انا فاكره يا مستر انا اساسا ببقى متعود. حامل حيفطر اساسا انا لو في البيت حتى ببقى مش عايز اكل اساسا. على فكره يا مستر انت لو قعدت تدفي بس هتفطر بدري. بجد؟ من ريحه الاكل اللي بتبقى ضربه في البيت. جدع يا بس انت ايمانك قوي. اللهم قوي ايمانك يا شيخ.